هو تكامل الثقافة والاتصال اليوم من الأشياء المهمة جدا، لأن لا يمكن أن نقيم برنامج ثقافي أو فني في غياب هذه الصورة اللي تدعمه ولتنصره. وأعتقد أن هذه الاتفاقية تساهم في تعريف لهذا المجهود في مستوى مهد القرطاج، تعريف كذلك بالمحتوى، لأن ما تنساش أن الدولة تراهن على مهد القرطاج باعتباره أهم يعني مهرجان وطني ومن أهم المهرجانات الإقليمية والمتوسطية، ولهذا الرهان لا يمكن أن يكون إلا في هذه العلاقة المشتركة بين الفضاء يعني هو موقع الأثري بقطار، ثم الإذاعة والتلفزة والإعلام بصفة عامة. أعتبر أن هذا يعني مرجعي ومهم جدا، لأنه يكرس لعلاقة بناءة يعني في مستوى المضمون، المضمون الثقافي المشهدي الفكري، يعني هنا مهم الفني الإبداعي الخيالي، يعني وإحنا الأهم من التنشيط، لأن مهد القرطاج يمكن مهمته ما هيش تنشيط فقط، ولكن هو تأسيس لذاكرة جديدة، تأسيس لمراجع جديدة، تأسيس كذلك لأمل جديد إحنا في حاجة له اليوم إن شاء الله في تونس. وكما تعرف شعار الدورة هذه كنا توانسة، بمعنى ما يمكن أن يجمع ما بيناتنا، أن لا يفرق ما بيناتنا، أن يجعل هذه يعني العلاقة كبيرة لبناء تونس في جمهوريتها الثانية، بناء تونس ولكن بمنطلقات وبإيرادات وبنجاحات إن شاء الله تجدد للواقع في تونس. نحيد عنها واتفاق نحن مع مهرجان قرطاج أو عدة مهرجانات أخرى أن يعني يدخل في صلب اهتمامات الجلسة التونسية. الجلسة التونسية كما سبق أشرت إلى ذلك أنها أرخت كل هذه اللحظات التاريخية في تاريخ الجلسة التونسية وفي تاريخ الثقافة التونسية، يعني أنها لم تحيد اليوم عن منهجها التي اتخذت، وبالتالي فإنه عملية التوثيق هذه ضرورية جدا. وكما تعهدت أنا سيد المدير على أنه الجلسة التونسية إن شاء الله سوف تبث مباشرة حفل الافتتاح والاختتام، وبالتالي أنه هذا واجبنا حماية موروثنا المادي، كما أن الدورة هذه تبشر بدورة متميزة. إذن علينا أن نسعى إلى ترسيخها وتكريسها، وهذا مهمة الجلسة التونسية أن نشر التوعية والتثقيف.